بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. سيستم. الحقيقة يا جماعة، الموضوع بتاع النهاردة، لو واحد عاوز يعرف مدى نعم ربنا علينا ومدى فضل ربنا علينا يركز في حضرتك النهارده. لو بس اكتفينا بالنعمه دي، بس نعمه الفيستيبولار سيستم، نعمه الاتزان، حفظ الاتزان بتاع جسمنا، لسجد لله شكرا اناء الليل واطراف النهار. تعالوا كده نشوف كيف هذا الجهاز الغريب المسؤول عن حفظ توازن الجسم. فيستيبولار أبريتوس. بدأت الدنيا بحاجة اسمها، وقلنا على كده، سيمي سيركولار داكتس. قبل بس ما نأكد كلامنا، قبل ما تسمع المحاضرة دي أنا حبيبي، لازم تكون سمعت قبلها محاضرة الميدل إير والإنر إير علشان تفهم المحاضرة دي. لازم تسمع الأول الفيديو بتاع الميدل إير والإنر إير واليوديتري باثوي، ثلاث فيديوهات قبل ما تخش على هذا الفيديو الجميل. بدأت هذا الجزء بثلاثة سيمي سيركولار داكتس، أهم أنتيريور بوستيريور ولاترال أند أوتوليثيك أورجان. إيه هو الأوتوليثيك أورجان ده كده؟ ليه عبارة عن الأوتريكل أند سكيون. ده كده عبارة عن فيستيبولار نيرف. هذا الجزء اللي هو الممبرينس بارت بتاعت الإنر إير جوه البوني بارت، يبقى ده كده الممبرينس بارت بتاعت الانر اير، واصلا موجود جوه البوني بارت، جوه البوني بارت. هذا الممبرينس بارت يا جماعه في اندوليمف، حوالين منه جوه البوني بارت بيري ليمف. يبقى انت عندك حاجتين، ارجع للانر اير، يبقى جواه اندوليمف محاط ببيري ليمف اللي هو جوه البوني بارت، جوه البوني بارت، لكن الممبرينس مليان باندوليمف. تمام كده؟ يبقى هو جوه اندوليمف لكن حواليه بيريليمف. طبعا السيمي سيركولار داكت موجود جوه كانالز بنفس الاسم، بنفس الاسم سيمي سيركولار كانالز. الاوتريكل والسكيول دول، ارجع للانر اير، جوه حاجه اسمها فيستبيول. ومعنى كلمة فيستبيول باللغة العربية معناها دهليز، حاجة واسعة. أرجو مزيد من التركيز معايا في هذا القطاع، ظاهر لي هذا القطاع قبل ما أدخل عليه. أهو أدي اللي كسرنا الإير، فوق كده معايا لو سمحت. أدي اللي كسرنا الإير أهو. أدي الميدل إير أهي. أدي الإنترنال إير أهي. بالراحة قبل الرسمة دي تتزحم مني يا جماعة بسرعة. أدي اللي كسرنا الإير أهي. أدي الميدل إير أهي. ادي الانر اير اهي. هنبدا احنا طبعا بالانترنال اير. كانت الفيستبيول فيها كام ساك؟ اثنين، اوتريكل اند سكيول. يبقى اذا الاوتريكل والسكيول موجودين فين؟ الجزء الاصفر ده كده ده بوني، الازرق ده كده الممبرينز. الاوتريكل والسكيول موجودين فين يا حبيبي؟ في الفيستبيول. تمام. طب الفيستبيول ده بوني؟ يبقى فيه بيريليم. طب اسالك انا بقى، طب الاوتريكل والسكيول فيهم ايه؟ اندوليمف. فيهم ايه؟ اندوليمف. الاوتريكل واضح ان هي اكبر من السكيول. طيب السيمي سيركولار داكتس هتفتح فين؟ في الاوتريكل. اهو ارجع الحته دي تاني. قلنا الاوتريكل والسكيول دول اهو موجودين فين؟ في الفيستيبيول. تمام. فيها بيريليمف. احنا قلنا البيريليمف هيروح فين؟ هيروح عبر اكوي داكت اوف كوكيلا لمين؟ للصب ارا كونويد سبيس. يبقى دلوقتي اهو، يبقى البيريليمف اهو اللي هو هنا كده هيمشي عبر قناه اسمها اكوي داكت اوف كوكيلا دابوني بار، رايحه فين؟ في الصب ارا كونويد سبيس. يبقى اذا البيريليمف اخرته فين؟ في الصب ارا كونويد سبيس. الاوتريكل هتستقبل الثلاثه سيمي سيركولار داكتس، اوعى تقول كنال، كنال يعني بوني بار. ثلاثه سيمي سيركولار داكتس، لكن تعالى بقى هنا كده.
شايف الحته دي، الحته الصغيره ده، الخط اللي جنب دي كده، الخط الصغير ده كده، ده كونكشن. او بص لي كده، هل الوتر كده مفصول عن السكيو؟ لا، في كونكشن. شايف حته صغيره او ماشي. هذا القنال اسمه اوتريكو ساكولار دكت، اوتريكولو من الاوتريكل، يبقى في دكت اهي وصلت بين الاوتريكل وبين السكيول. شكلها باللغه الانجليزيه عامله زي حرف واي، عامله زي حرف واي عم يوسف، بدل حرف الواي اهو واي. هذا الواي عمل ايه؟ بص له كده، وصل السكيول بالاوتريكل، لكن ده في خط منه اهو، في خط منه طالع اهو اهو. هذه الضغط عملت كونكشن ليها اسمها اندو لمفاتيك ضغط، ماشي، اندو لمفاتيك ضغط. هذا الاندو لمفاتيك ضغط ده ميمبرينس، ماشي جوه في ستيبولار اكويدكت، ده بوني. طالما كلمه اكويدكت يبقى بوني، يبقى هي ماشيه جوه ايه؟ اندو لمفاتيك ضغط، جوه بوني ضغط اسمها في ستيبولار اكويدكت. هذه الضغط لها فتحتين، لها فتحه داخليه انترنال اوبننج، ولها فتحه خارجيه اسمها اكسترنال اوبننج، لكنها في الاخر بتفتح فين؟ في اندو لمفاتيك ساك. موقف خطير جدا، فوق معايا بقى، فوق معايا. يبقى اذا الاوتريك والساكيول بينهم ضغط عن حرف واي شيء، قعد فروع الواي طول، عمل اندو لمفاتيك ضغط جوه في ستيبولا اكوي ضغط، انتهت فين؟ في الاندو لمفاتيك ساك اللي هي موجوده فين؟ تحت الديورة مطر، تحت الديورة مطر. ركزوا معايا قبل ما الرسمه هتتزحم اكتر من كده. يبقى الاوتريكل عملت كونكشن هنا كده مع مين يا حبيبي؟ عملت كونكشن اهو مع الساكيول بواسطه قناه اسمها اوتريكولو ساكولو ضغط، شكلها واي شيب، طلع منها فرع اهو، عمل اندو لمفاتيك ضغط، مش جوه بوني كنال اسمها ايكو ضغط، في ايه؟ في ستيبولار ايكو ضغط. انتهت فين؟ في الاندو لمفاتيك ساك. هسالك انا من شويه، هو البيري لينف اللي عمال يتكون ده بيروح فين؟ البيري لينف قلنا ان البيري لينف هيمشي في الايكو ضغط وفي كوكلا للسب اراكونويد سبيس، سب اراكونويد سبيس. ما هو دي كده يا جماعه، انت لما تيجي دي كده دي ديوره مطر اهو، امال دي الاراكونويد مطر اهي، دي كده اراكونويد مطر، وده رايح الى السب اراكونويد سبيس اللي هو فيه سي اس اف. كلام جميل جدا. طب امال بقى الاندو لينف راح فين؟ راح لسان، سان مقفوله. طب هو راح فين؟ شو بقى هيحصل له ايه؟ هيحصل له عمليه ريزوربشن، امتصاص، ويطلع الى السب اراكونويد سي اس اف في السب اراكونويد سبيس. شو هيحصل له امتصاص ويطلع، هيمتص، لكن ده طالع مباشره. شوف بص البيري لينف طالع مباشره للسب اراكونويد سبيس، لكن الاندو لينف هيحصل له عمليه ريزوربشن ويطلع للسي اس اف في السب اراكونويد سبيس. اذا الاندو لينفاتيك ساك ايه قيمتها؟ ده مكان الدرينج، ده مكان تصريف الاندو لينف، ده المكان اللي هتصرف منه الاندو لينف الى السي اس اف في السب اراكونويد سبيس. وده نهايه البيري لينف، وده نهايه الايه؟ الاندو لينف. كمل يا حبيبي، ايه دي؟ دي الساكيول. كلام جدا، امال ايه دي؟ دي الكوكلر ضغط. بص هتلاقي دي الكوكلر ضغط، شاف الخط كده؟ شاف الخط كده؟ اهو اهو، دي كونكشن بين الساكيول، ما كلهم عشان تتاكد ان كل السيستم واصل مع بعضيه. اهو ده كونكشن بين الساكيول وبين الكوكلر ضغط. هاي اسمها ايه؟ اسمها ضغطس رينيزس، رينينس، ضغطس رينينس، ضغطس رينينس. هاي وصلت ليه؟ وصلت السكيول بالكوكلر ضغط عشان يضمن ان كل الاندو لينف يلف كل الممبرين اصبار من الترنال اير. تمام كده؟ كلام جميل جدا. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الكوكلر ضغط ماشي جوه كوكلر كانال. تاني يا جماعه، كوكلر ضغط ده ماشي جوه كوكلر كانال. الابيض ده كده ده بوني بقى،
والكوكلر كانال عملت ايه؟ كانت قسمت الكوكلر حتتين، حته فوق اسمها سكالا او فيستيبولار، وحته تحت ايه اسمها سكالا تمبراي. هسالك انا، يا سكالا فيستيبولاي وتمبراي فيها اندولينف ولا بيريلينف؟ بيريلينف. بدليل بص 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 ماشي مع الفيستيبولا، كل اللي حواليه منهم ده كله بيريلينف، يبقى كل الابيض ده اللي هو هيفصل الممبرينس عن البوني في بيريلينف. الممبرينس جواها ايه؟ اندولينف. خلي بالك ان الاندولينف غليظ غليظ عن البيريلينف، غليظ عن البيريلينف. انتظروا ده بقى فين؟ في المحاضره القادمه بتاعه الفيستيبولار سيستم. خلاص كده يا جماعه، هنا بقى تكمله، ده كده عباره عن التمبانيك ممبرين اللي هو فاصل الاكسترنال اير عن الميدل اير، ده الميدل اير، ده الاوديتوري تيوب هتوصله بالنيزو فارنجس. ماشي، ادي هنا كده الميدل اير، ادي الميلس، ادي الانكس، ادي الستيبس. طب ما الستيبس هيقفل ويندو هنا كده اسمه اوفل، اوفل ويندو، اوفل ويندو. طب امال ده كده ما ده ويندو تاني اهو، ده راوند ويندو. هذا راوند ويندو مقفول بسكندري تمبانيك ممبرين. عشان خاطر تقول لي عندك كام تمبانيك ممبرين؟ عندك اثنين. انا اول واحد تمبانيك ممبرين فصل الاكسترنال عن الميدل، وتاني واحد اهو اللي هو سكندري فصل الميدل عن الانترنال اير. طبعا ده كده البوني بارت اللي هو عباره عن اوتيك كبسول. ادي الاوتيك كبسول، ده ساك مليان اندوليمف، ماشي، ان ذا فيستيبيول اللي هو مليان بيري ليمف. الاوتريكل ماشي اكبر من الساكيول، هتستقبل ثلاثه سيمي سيركولار دكت. الاوتريكل كوميونيكيتد مع الساكيول بدكت اسمها اوتريكو ساكولار دكت. الدكت دي عامله حرف واي شيب، هيطلع منها برانش اسمه اندو ليمفاتيك دكت، اندو ليمفاتيك دكت. ماشيه جوه بوني كانال اسمها فيستيبولار اكوادكت، جوه البيتروس بارت من تمبرال بون، طالعه الاندو ليمفاتيك ساك زي ما قلنا تحت الديوره مطر. الاندو ليمف حصل له ريزوربشن في السيريبروس باينال فلويد من الساك، ده مكان الدرينج بتاعت الاندو ليمف. اللاترال وول من الاوتريكال سيك عامل حاجه اسمها ماكولا. ايه هو الماكولا؟ انتظروا محاضره الفيستيبولار سيستم. الساكيول زي ما قلنا عند البيز بتاعت الكوكلا، واصل مع الكوكلر دكت وسط الدكتس رينينانس، ثم الانتيور وول في ماكولا. الماكولا ده يا جماعه مسؤول عن عمليه الاتزان، في اتزان وانت واقف واتزان وانت مايل. في حاله الهوريزونتال، لو انت هوريزونتال الاوتريكل هو المسؤول، في حاله الفيرتيكال الساكيول هو المسؤول. انتظروا ده في محاضره الفيستيبولار سيستم. لا زلنا بنتكلم على الفيستيبولار ابريتوس، بس المره دي بقى دخلنا في ليه؟ متى تتحرك؟ متى تتحرك؟ الاوتريكل يا جماعه بتحرك حول المحاور هوريزونتال بلين، هوريزونتال بلين، المحاور العرضيه، يا اما فورورد اند باكورد، يا اما يمين شمال، يا اما المجموعه مع بعضها. اهو انا بتحرك فورورد باكورد، بودي راسي يمين بودي راسي شمال. هنا الاوردر او السنسيشن بتاعه الفيستيبولار ابريتس طالع من الاوتريكل زي ما نعرف بعد كده. امال الساكيول حساسه ليه؟ حساسه للاتجاهات العموديه ابورد اند باك وورد. خلي بالك دلوقتي اهو، يبقى اذا دلوقتي الاوتريكل والساكيول حساسين للحركات الايه؟ اللي هي الاوتريكل هوريزونتال بلين، الساكيول فيرتيكال بلين. اذا لازلنا حركه اخرى ما حصلتش لحركه الروتيشن. انا كنت اتحرك كده او كده، يمين شمال امام خلف، ماشي. السكيول ابورد داون وورد، لكن ما عملتش روتيشن، لسه ما عملتش ايه؟ روتيشن. في حركه ثانيه مسؤول عنها روتيشن. تعال هنا كده، اد ابورد داون وورد المسؤول عنها لما بتتم فين؟ في السكيول. كلام جميل جدا، تمام. دلوقتي احنا عرفنا ليه المحاور الاوتريكل
حول هوريزونتال، السكيول حول فيرتيكال، حركه فيرتيكال وهوريزونتال اهو، يمين شمال امام خلف اهو، امام خلف يمين شمال، ده لو تركل. السكيول فيرتيكال اب وورد داون وورد. طيب انت بقى راكب لفيت جسمك عمال اهو، عمال لف جسمك كده روتيشن، هذا الروتيشن بيتم فين؟ في السيمي سيركولار كانال، سيمي سيركولار كانالز. انا عندي ثلاث محاور في الجسم بلف عليهم اكس واي زد حسب الحروف الابجديه. الاكس محور الاكس ده امامي خلفي، امامي خلفي اهو، امامي خلفي ادي الروتيشن بتاعته عمالة تلف اهو. واي بالعرض عمالة تلف حوالين منه روتيشن. زد فيرتيكال، يبقى ثلاث محاور اكس واي زد. طبعا انت مش هتتخيل عمالة كده، لا روح اركب اي حاجة بتلف مثلا، او راكب طيارة، او بتلف عربية، ده كله لفات لفات، او راكب اي حاجة لعبة بتلف فيها مثلا، او انت موجود لفيت مثلا واحد كده، او بتلعب لعبه معينه. هذا الروتيشن ده يا جماعه مين حساس ليه؟ سيمي سيركل كانال. وقلنا دلوقتي سيمي سيركل كانال دول ثلاثه، اكس واي زد دول الثلاث محاور، وقلنا اكس مره ثانيه امامي خلفي انتروبوسيون، الواي بالعرض، والزد اللي هو عباره عن فيرتيكال. خلاص تمام. انت عموما قلنا كلام عام، اتركل هوريزونتال، سكيول فيرتيكال، سيمي سيركولار كانال اللي هو عباره عن الهيد روتيشن. لكن مين جوه الناس دول بقى؟ انتظر، دخلنا على ريسبتورز اللي هي حساسه لهذه الحركه. دخلنا هنا كده، ايه هم الريسبتور دول؟ اتنين اتنين. احنا عرفنا ان السيمي سيركولار كانال على اللاترال اند بتاعتها في دايليتيشن، حته كده دايليت اسمها امبوله، امبوله جوه الامبوله دي حاجه اسمها كريستا. يبقى دخلنا دلوقتي على الايه؟ على الريسبتور. يبقى ايه في السيمي سيركولار كانال يا جماعه؟ الكريستا. يبقى الكريستا دي، الكريستا دي اهي اللي هي جوه الامبوله، هي ده الريسبتور بتاع السيمي سيركولار كانال. طب ما يوتركل هو حاجه اسمها مكيول، والسكيول هو حاجه اسمها مكيول. يبقى اذا دلوقتي الريسبتور عندي يا اما الكريستا اللي هي موجوده في السيمي سيركولار كانالز، يا اما المكيول اللي هي موجوده جوه اليوتركل او جوه السكيول. تعالوا كده واحده واحده نعرف ايه هي المكيول. المكيول ده عباره عن سبيشاليزد نيورو سنسوري ايبيثيليوم، ايبيثيليوم حساس للحركات العصبيه. هذه المكيول قلنا موجوده فين؟ في الاوتركل اند سكيول، مكيول اوف اوتركل، مكيول اوف سكيول. سين مما تتكون المكيول، المكيول عباره عن تو تايبس من السيل، هير سيلز and supporting cells. يبقى المكيول عبارة عن خليتان، نوعين من الخلايا، آسف نوعين، hair cells and supporting cells. كده خلصت المكيول، لكن لسه الريسبتور ما خلصش، لسه السنسوري بسيلة ما خلصش. هذه المكيول covered by طبقة جيلاتينية اسمها جيلاتينيوس لير. يبقى المكيول يا جماعة مغطاة بطبقة من الجيلاتين اسمها جيلاتينيوس لير. على الجيلاتينيوس لير طبقة ليفية، فايبرس ستراكشر. هذه الطبقة فايبرس ستراكشر تسكن جواها كريستالز من الكالسيوم كربونيت، اسمها الطبقة دي اسمها ايه؟ اوتو كونيا، اسمها اوتو كونيا. تاني، يبقى المكيول مغطى بطبقة جيلاتينية اسمها جيلاتينيوس لير، عليها طبقة ليفية اسمها فايبرس ستراكشر، جواها سمول كريستالز اوف كالسيوم كربونيت، اسمها الطبقة دي اوتو كونيا.
الطبقتين دول اللي هو الجيلاتينيوس لاير اند اوتوكونيا مع بعض اسمهم اوتو ليثيك ميمبرين. يبقى الطبقتين دول مع بعض اسمهم اوتو ليثيك ميمبرين. اسمهم اوتو ليثيك ايه؟ ميمبرين. احنا خدنا قبل كده اوتو ليثيك اورجان اللي عباره عن اوتريكل اند ساكيول. لكن ده اسمه اوتو ليثيك ميمبرين اللي عباره عن جيلاتينيوس لاير اند اوتو ايه؟ اوتو كونيا. كلام جميل جدا. تعالى بقى هنا كده. احنا قلنا فيها هير سيلز. الهير سيلز بتاعت الماكولا يا جماعه نوعين، تايب 1 اند تايب 2. تايب 1 اند تايب 2 من الهير سيل. شعر. هذا الشعر عمل مع بعضيه حزمه اسمها بندل. هذه البندل اسمها ايه؟ اسمها ستيروسيليا. يبقى شعر جمع مع بعضه عمل حزمه، عمل ضفيره اسمها ستيروسيليا. هذه الستيروسيليا دي هتمشي فين؟ في قلب الاوتوليثيك ممبرين اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي، اللي هو الجزء الجيلاتيني بارت، اوتوليثيك ممبرين. لكن الحزمه دي جت حزمه منها كبرت قوي لارج اسمها كينو سيليا. يبقى الهيرسل تايب 1 تايب 2 عملهم حزمه مع بعضيها اسمها ستيروسيليا. جت واحده منهم من الحزمه دي كبرت قوي اسمها كينو سيليا. خلي بالكم بقى دلوقتي عشان خاطر الشعر ده مش هدانه ثابت. الشعر ده لو انت ماشيه يا بنتي كده بشعرك في الشارع وجي شويه هواء، الهواء بيحرك الشعر ولا بدانه ثابت؟ الا اذا كنت بقى لابسه حجاب او حاطه شرب على راسك. تعالوا بقى نشوف الحركة الشعر ده جوه مع حركة الجسم هتعمل ايه. تعال بقى نشوف هنا ايه ازاي بقى تتم حركة الدي بولاريزيشن اللي هي الاستيموليشن يعني، والهايبر بولاريزيشن اللي هي الانهبيشن. بتتم حركة دي بولاريزيشن اند هايبر بولاريزيشن حسب حركة ستيروسيليا الضفيرة الرفيعه دي، ستيروسيليا. زي واحد ماشي، واحده ماشيه في الشارع بشعرها، شويه هوا يجوا بيحركوا ليه؟ بيحركوا الشعر، طبيعي جدا. طبيعي جدا. خلي بالك بقى. لو ان الستيروسيليا، شوف اتجاه سهم، اتحركت اتجاه الكينوسيليوم. لو ان الستيروسيليا اتحركت اتجاه الكينوسيليا بتفتح مسام البوتاسيوم اهو، هتفتح بوتاسيوم تشانلز. لما تفتح البوتاسيوم تشانلز هتعمل دي بولاريزيشن، يعني هتزود الاكتيفيتي، يعني هتزود الاكتيفيتي. يبقى لو ان السيروسيليا اتحركت اتجاه الكينوسيليا هتفتح مسام البوتاسيوم ثم تعمل دي بولاريزيشن. طب لو حصل الحركة عكسية، اهي ان الستيروسيليا اتحركت بعيد عن الكينوسيليا هتقفل مسام البوتاسيوم ثم تعمل هايبر بولاريزيشن ثم تقلل الفيستيبولر اكتيفيتي. خلاص كده؟ يبقى الستيروسيليا اتجاه الكينوسيليا هتعمل دي بولاريزيشن، بعيد عن الكينوسيليا هتعمل هايبر بولاريزيشن. ده كان الفات، ده كان عن المكيول. طب تعالى بقى ناخد الدكت. قلنا جوه الدكت موجوده الكريستا، جوه الامبوله بتاعه الدكت. ايه الكريستا؟ الكريستا دي يا جماعه والحته العاليه دي كده نفس القضيه، عباره عن شويه شعر عمل هير سيلز، عملت هير باندل كفرد باي طبقه جيلاتينيه بس اسمها كوبلا. اسمها كوبلا، طبقة جيلاتينية اسمها كوبولا. الكوبلا دي عاملة بارير، عاملة حاجز لا تسمح بالاندولينف يدخلها. اهي اندولينف كانوت سيركوليت، تتوقع ما يقدرش يخش اندولينف. ليه؟ الاندولينف لو دخل جوه الكوبلا بيحصل لها دي جينيريشن، هتتحطم. يبقى انت ضيعت مركز من مراكز الاتزان. كلام جميل جدا. نفس الفكره. هنا
حركة الديبولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن بتتم ان انت خلي بالك هنا كده ادي اهو، ده كده عباره عن اليمين وده كده عباره عن الشمال. على سبيل المثال لو انا اتحركت براسي اتجاه الشمال اهو، يبقى انا ماشي اتجاه الكينوسيليا، فبعمل ديبولاريزيشن شمال وبعمل هايبر بولاريزيشن يمين. تمام. لو انا حركت راسي اتجاه اليمين اهو، اتجاه اليمين، فانا بقرب على اليمين وببعد عن الشمال. تمام كده اهو، هنبدا الحركه تاني. ادي الراس اهي، انا بحرك اتجاه الشمال، يبقى لما اتحرك الشمال ده بتقرب اتجاه الكينوسيليا وبتبعد عن اليمين، تقوم تعمل ديبولاريزيشن ناحيه الشمال وهايبر بولاريزيشن ناحيه اليمين. لكن لو انا راسي اهي حركتها ناحيه اليمين، هتقرب من الكينوسيليا بتاعت اليمين، تقوم تعمل ديبولاريزيشن في اليمين وتعمل هايبر بولاريزيشن فين؟ في الشمال. في ستيبلر باثوي بدات هنا كده بفيرست اوردر نيورون، وهي عباره عن سكاربس جانجليا. سكاربس جانجليا اكتشف عالم اسمه سكاربا وسماها باسمه لابريفرال بروسيس، اللي هتجيب من ريسبتور. اما الاكزون بتاعها هيعمل في ستيبولر نيرف، هيتحد مع الكوكلر نيرف بتاع السمع، هيعمل في ستيبولو كوكلر العصب السمعي الاتزاني، اللي هو هيطلع منين؟ من الانترنال اوديوترميتس، معاه مين؟ مع الفيشن نيرف. خلاص، علشان يوصل فين يا جماعه؟ هيوصل برين ستيم. لما راح البرين ستيم بين البونز وبين المظله في جنكشن اسمه بونتو ميدالري جنكشن. تمام؟ هذا البونتو ميدالري جنكشن معدي فيه بالترتيب 6 7 8 فروم ميديال تو لاترال. العصب رقم 6 ابديوسنت، 7 فيشيال، 8 في ستيبلو كوكلر. من هذا البونتو ميدالري جنكشن معدي فيه بالترتيب فروم ميديال تو لاترال، رقم 6 ثم رقم 7 ثم رقم 8 فروم ميديال تو لاترال، والكلام ده على اليمين وعلى الشمال، علشان تروح تنتهي فين؟ في الفيستيبولار نيوكلاي، في البونز عند مظله اوبلونجاتا. مالكش دعوه بده، ده الكوكلر نيوكلاي او شد الكوكلر نير. يبقى راحت للفيستيبولار نيوكلاي في البونز، ثلاثه في البونز وواحده في المظله، هم عددهم يا جماعه اربعه: سوبيريور ميدل سوبيريور ميديال لاترال انفيريور. السوبيريور والميديال واللاترال في البونز، الانفيريور في المظله اوبلنجات. راحت الى الفيستيبولار نيوكلاي. تعالى هنا كده بقى نشوف الدنيا في ايه. ادي سكاربس جانجلا زي ما قلنا، لا بريفرال بروسيس، صغر بس هنا كده، تسم تو ديفيجن سوبيريور وانفيريور. السوبيريور راح فين؟ راح للكريستا ده ريسبتور في الانتيريور اند لاترال سيمي سيركولار كانالز، انتيريور اند لاترال، يبقى لسه البوسيريور. وراحت لحته في الماكولا بتاعت الاوتريكول ساكول انترو سوبيريور بارت، يبقى خلقت اثنين كانال، ده السوبيريور الانتيريور لاترال، وخلقت حته من الماكيول في الاوتريكول والساكول اللي هو الانترو سوبيريور، لسه البوسيريور. الانفيريور ديفيجن بقى هياخد الايه؟ المتبقي، هياخد البوستيريور كانال وياخد المين بارت بتاعت الماكولا في الاوتريكل اند ساكيول. الاكزون هيعمل في السيبلر نيرف، هتتحد زي ما قلنا مع الكوكلر نيرف، هيعمل في السيبلو كوكلر، هيطلع من الترنال ديترميتس مع الفيشيال نيرف، عشان يدخل من البونتو ميدولار جانكشن الى البرين ستيم. سكند اوردر نيورون عباره عن الفيستيبلر نيوكلاي، وقلنا هم زي ما قلنا اربعه: سوبيريور انفيريور ميديال لاترال. تاني سوبيريور ميديال لاترال في البونز، الانفيريور فين؟ في المظله. عايز مزيد من التركيز روح اسمع محاضره المظله بلونجاتا والبونز في محاضرات البرين ستيم في مديول سي ان اس. هيطلع بقى من الفيستيبولار نيوكلاي روح فين؟ من الفيستيبولار نيوكلاي يا جماعه هتطلع تروح فين؟ سباينال كورد، في الموتور نوكلاي، في الانتيرو هورن سيل، في السباينال كورد بتراك ميديال
اند لاترال سباينو، اسف، فيستيبولو سباينال تراكت. من فيستيبولار نوكلاي راحت السباينال، ايه سباينال كورد، هنعرف حالا دلوقتي سباينال كورد. طبعا هو لولا العضلات سباينال كورد كنت تطلع في وزنك. وتاني وراحت الكرانيال نيرفز موتور نوكلاي 3 و4 و6 اللي هم مسؤولين على الاكسترا اوكولار ماسل، عضلات الايه؟ العين، وراحت الى السيربلم. يبقى السيربلم نوكلاي طلعت لثلاث اماكن، راحت سباينال كورد، راحت لثلاثه واربعه وسته كرينيال نيرف، وراحت الى السيربلم، ودول على بعضهم كده ضمن لجهاز حفظ الاتزان. طلع للثيرد اوردر النورون اللي هو عباره عن السلامس، من السلامس بقى يا اما يطلع مع الوديوتري خلال لاترال سالكس، يا اما عبر ريتيكولار فورميشن الى التمبرال لوب اللي هو ده كده عباره عن تمبرال لوب قرب الوديوتري. الوديوتري موجوده في المنطقه دي، حته اسمها سوبير تمبرال جايروس، سوبير تمبرال جايروس، تمام كده. لكن هم بيقولوا هي بتاخد حوالين اللاترال سالكس، يعني اباف اند بلو. هذا اللاترال سالكس اكتشفه واحد اسمه سيلفيان وسماه باسمه سيلفيان فيشر. لما تجيب اللاترال سالكس وتفتحه من جوه كده هتلاقي حاسه التذوق، حاسه التذوق اسمها انسولا في قلب في عمق اللاترال سالكس، برضه من ضمن الاماكن اللي بينتهي فيها الفيستيبولار باث واي اللي عباره عن انسولا. تعال هنا كده عندنا بقى اخر حاجه فيستيبولار ريفلكسس، دي ماشي عبر حاجه اسمها ميديا لونجيتودنال باندل. ايه هي؟ يا ريت تسمع محاضره البرين ستيم عشان تعرف ميديا لونجيتودنال دي اللي هي ربطت الناس كلها ببعضيها. وحضرتك انت مثلا على سبيل المثال عشان خاطر تيجي تكتب ما تستخدم الكتاب عضلات الايد كلها اهي عشان تنسق بينهم وبين العين وبين راسك. مين بينسق الناس كلها؟ هي الميديا لونجيتودنال باندل دي. طبعا في عمل فيها ثلاثه ريفلكس، اول واحد في السيبول اوكلر. يا جماعه وانت بتحرك جسمك لازم حركه عينيك تبقى ماشيه مع حركه جسمك ولا هتدوخ. مين بيربط بين حركه العين وحركه الجسم؟ في ستيبولو اوكولار ريفلكس. طيب ما انت بتحرك جسمك لازم راسك تبقى ماشيه مع اتجاه جسمك، مين بيربط الحركتين دول مع بعض؟ في ستيبولو كوكولار ريفلكس اللي هو راح لسباينال كورد، تمام كده. غير كده في فيستيبولو سباينال ريفلكس، ده حركات الليمبس وانت ماشي لازم تبقى ماشيه مع حركه راسك على جزعك، لازم يبقى في تنسيق. غير كده انت بتعمل كنترول البادي بوزيشن، غير كده انت ماشي ضد الجاذبيه الارضيه. ليه ما بتقعش ضد؟ ليه الجاذبيه الارضيه مش بتشدك على الارض؟ عشان خاطر هذا ريفلكس فيستيبولو سباينال ريفلكس. يبقى انا عندي ثلاثه ريفلكس، فيستيبولو اوكولار ان انا بظبط حركة العين مع حركة الراس، في السيبلو كوكولر حركة الراس مع حركة الجسم، في السيبلو سباينال حركة الجزع مع حركة الراس على الترنك الاتنين مع بعضهم، أو البادي بوزيشن نايم واقف مايل معوج وبتحافظ عليك ابرايت بوزيشن ضد الجاذبية الأرضية. طبعا السيربيلم ما ننساهوش، السيربيلم أحد العناصر المهمة جدا في حفظ عملية الاتزان، وعبارة عن فيستيبولو سيربيلر، وده السر الكونكشن اللي هو راحت إلى السيربيلم. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.